والله يا زبا هي وحقه تسدير ها هذه حقه تسدير مهمه لان يا اخي تاخروا علينا تسدير لما تسدير الهلال ليله رؤيه الهلال تصير اهم منطقه في العالم تصير كانها كانك تنتظر خبر نزول مركب على احد الكواكب فيا اخي تاخروا علينا فانت لما تاخذ الموضوع بريحيه فقلت يلا يا هالسدير وينكم تاخرتوا علينا نبي نعرف ولا تبون نسال هالزلفي هذه الصراحه شوي يعني وصار عليها رتمات واحد حذرني قال تحمل تحرش في هالسدير ترى بيصومونك 40 يوم هذه يعني الحقيقه لكن كانت شيء يعني شكرا لروحك جميله بالعكس يا اخوي فاعل الوزير الشكر موصول لكم انتم منقلون